اهلان يا سعيد. يا عمي رايق يا ولدي؟ الله يخليك. خبريك رايق بعجانيتك كيف؟ دابحها دي ليه كده؟ تشتري برضو عشان عايز تبيعها عشان تشرب خمرة؟ ماله يا ابو عمو، اخلص يا عم، هتشتري دي ولا ايه دنيتك؟ حرام عليك يا ولدي، شرب الخمرة ده حرام، ده من اكبر الكبائر. انت لو ما اشتريتش دي هقول للحاج الدوي ان انت اخذت عرف بنته كله. لا 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 يا ولدي، خليني بعيد من حج الضو الله يبارك فيك. طب خلص، هتاخد دي ولا ايه عشان جايب اخرها معي انا دلوقتي؟ انا بنصحك يا ولدي وغير كده يا ولدي، شرب الخمرة ده اللي حيأثر على صحتك لما تكبر، ده حيبهدل معاك الكبد وانت ما حملش. ادعي لي اطوب وملخص عشان فاصلة هي. وعايز فيها كام دي على كيه؟ 60 جنيه. 60 جنيه يا ولدي؟ خلص 60 جنيه حلوة عشان أنا مش طالب بدلك، هتخلص ولا إيه؟ حاضر يا ولدي. يلا. حديك يا ولدي، حاضر اللي عايزه يا ولدي. طب يلا. وربنا يتوب عليك ويهديك يا ولدي. يا مسهل. عشان خاطر عيالك وعشان خاطر نصيبك. إن شاء الله ربنا حيتوب عليك، أخلص ما مش حتوعدني، أنت مش جايين مدرسة إحنا هنا. أخلص. حاضر، حاضر يا ولدي. يلا. حديك يا ولدي. يلا عشان بص. ما جابت اخرها معايا انا. ما هو برضه هي دي اللي مأثره على مخك، دي مخليك في الحاله دي يا ولدي. يا عم بلا مخ بلا يد بلا رجلي. يلا يا عم. حاضر. يلا. حاضر يا ولدي، استناني هنا هروح اجيب لك الفلوس واجي. يلا لخص بس ما تطولش علي. حاله تقرف. الله ناصر. خد 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 يا سعيد، جيتك اهو خد. يلا يا حبيبي. خد خد خد. خد العجانية بتاعتك دي، ما تنفعش معاي. أنا عايز أقرب لك من ماك، ما عرفت أقرب لك من ماك أنا. خد خد خد، ما تنفعش العجانية دي معاي دي. ليه يا أبوي؟ دي معلماها أم، مش حطوها بالبوه يا دي، وبتاجي عندينا لو شافتها هتبهدلني. يا عم شوية بنزين دي تطلع. أنا ما ناقصي مشاكل. قبل شغل دماغك دي. أنا مش عايز مشاكل يا سعيد مع الجماعة. أنا بتكلم دروك، أنا مش فيك إيه دروك. أها 20 جنيه. خدها 20 جنيه، عجبك عجبك، ما عجبك شيء بيعها لغيري. 20 جنيه دي مش جايبه حتى قزازه 8%. انا دي ضلكه دي، انا هروح ادسها، ما هنخلي مش هنخلي ام شحت تشوفها لما تاجي عندينا. شوف لي حاجه ثاني بس. ما فيش. هي دي. طب عدي عليك شويه اخذ منك اي حاجه. ولا تعدي ولا تجينا، احسن لا يشوفك عندي الحج الضوي ولا يسمع، حيبقى نهار يطين معاه. روح روح بس مش حسيبك على قد، بس اضبط نفسك، انا مش فايق اصلا ليك طلق. اديشه اديشه كومك كوما. يا ولدي تأخرت علي. كوما با. فيش حاجة نفكها بيها دي؟ آخر مرة حجيب أنا، لما رجع عليك أنت. أنا ما بقيش في حاجة عندي تاني أبيعها. لو الأمور سهلت بإذن الله حجيب لك يا سعيد. بكر عليك. فيش السهل اتنسى عليك بكرة بإذن الله. قول يا مسهل بس. معك فلوس عشان الدماغ اللي من غير كيف محتاج قطع السيف. اديني في اللي بيغلي ده. نجيب لك 40%. عم تشرب ما تقولش في حاجة علي. مفيش 100%. ده انت تموت من هنا ابني. براحة عشان ما تتعبش، ما فينيش حيل اشيلك انا زي كل يوم. براحة. كل يوم حقعد اشيل فيك انا. انت ايه في يا عم؟ ايه في يا عم؟ فوق يا عم، ايه في يا عم؟ ايه في؟
حياتك ثروتك. معك حاجة ولا معيش؟ حاسس راسي كبرت. اشكها لك بعودة فسالك. عم قلت لك براحة خفا مش كده يا عم خف. ماشي. واحدة واحدة. صرنسي كده. صحتك يا زيزو. صحتك اديش. صحة ترش. هنا الابو اللي ما قالش. ابا يا عم قوم بيه. حج الدوج. مين؟ يا عامل يا حج الدوج. يا عامل يا ناصر. رايق كويس. الله يبارك فيك يا حج. كويس جيت خد لك شوية بامية لعيالك. الله يبارك فيك طول عمرك كريم يا حج والله. يا عمال. تمام يا حج. كويس رايق. جاي يقضلك عشان خاطر الود نسيبك ديت جوز بنتك يا حج. مين؟ وده سعيد ده يا حج. معلوم جاب لي العجنية دي. وقال ليش تشتريها عشان يروح يسكر بحقه وها قاعد سكران هناك هو ومصطفى. باع العجنية بتاعت العيش؟ جابها لي يا حج وانا مرضيتش احسن قلت يروح يبيعها لحد غيري تبقى عيبة بحقك. حتى العجنية اولادي بيحطوا فيها العيش. وانا قال لي بجني له بامي عشان يتعشى النهارده. الله جاه السم يسموه. فينهم قاعدين؟ قاعدين ملقحين هناك سكرانين يا حج. سكرانين؟ هو مصطفى. طب تعال. تعال. تعال وراي تعال. جايك يا حج. شرب ايه ده؟ جايبين خمرة يا حجة. ها؟ جايبين خمرة. قوم عازق قوم. مين؟ مين ده؟ مين انت يا عم؟ خمرة. خمرة سعيد. ها؟ خمرة. هي في. سكران يا حج. ما حسست بحاجة. يا حجة هنا ولا؟ يا حجة. نعم. قوم. يا تقوم. ايه هوي في. ها؟ روح برضو كيف؟ باع عفش البيت؟ ما خلاش ولا حاجة. ايه في؟ خبر يا ابوي. ايه في؟ بتسكروا؟ ايه في هو؟ حج الضوي ده برضو حد ناصر. دلعنا الله الخمر وشاربها وبايعها وحملها يا اخي. انت مش هتبطل الدقل زي زفت ده؟ ايوه ايوه. بصدق عشان عشان انا لو قصة كنت بدور عليك عايز اقولها لك. قصتي يا جدتي. جدتي من لجات ماتت قاعدة تسأل عليك وقعدنا ندور عليك ما لقيناكش. جدتك انت ما تسأل عليك وانت كرهها سم. ان هي ام ابوي. ام ابوك كمان اللي ماتت من الحرب العالمية الاولى. قعدنا ندور عليك ما لقيناكش. انت هلف. انت يا هلف لك ناس تترد عليها. يا اخي تحصل. انت يا هلف لك ناس تترد عليها وانا جوز بنتي هعرف اتصرف معاك. شيل يا ناصر. ايوه ادبه ده يا حاج. شيل ده هتسلمه للمباحث يا حاج. ابوي دي اللي جايبه. دي اللي جايبه معاك ده مش قديم ده. ادبه يا حاج. هو ده يا حاج. ادبه. يا ابوي. تعال وراي. تعال وراي. لازم تسلمه المباحث. لازم يا حاج. لازم. مش هيتربى المكان ياخد له 6 شهور حبس. ربيه يا حاج. خدني معاك. ربيه. خدني معاك. وانت يا هلف. خدني معاك. ليك ناس يترد عليها يا هلف. خدني معاك. تعال يا حاج ده. خدني معاك. تعال. تعال. تعال وراي. وراك يا حاج.
اقعد يا هلف. طيب اقعد يا هلف، ما انت اللي بوظته. خدني معاك. ما صاحب السوق بيودي في داهيه. خدني معاك. ثاني عبد ناصر تعال وراك. خدني معاك. وقف. خدني معاك يا حاج. اطلع يا حاج. اطلع يا حاج.